مستمرين معاكم كل مشاهدينا ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. الحقيقه عقب الانتهاء المؤتمر الصحفي الخاص طبعا بازمه النهائي النص الاخيره من البطوله الافريقيه والحديث المطول والاستفاضه الكبيره جدا لكابتن محمود الخطيب، يسعدنا يكون معانا طبعا الناقد الرياضي الكبير الاستاذ علي عزت اللي هنستطلع رايه ونشوف الامور شافها ازاي، شاف احاديث الكابتن محمود الخطيب وبشكل عام شاف هذا الامر النص الاخير. اخذ علي بيه طبعا برحب بيك في البدايه، والنهارده يمكن يوم قوي جدا لفريق للنادي الاهلي ومجلس ادارته برئاسه الكابتن محمود الخطيب، استفاضه كانت كبيره جدا في امور كان لازم جمهور النادي الاهلي يسمعها من القيمه الكبيره بحجم الكابتن محمود الخطيب. كيف قريت النهارده المؤتمر، الاحاديث شفتها ازاي، والازمه كمان شفتها ازاي؟ بالتاكيد طبعا انا شايف ان المؤتمر ده كان كاشف فاضح لكل حاجه. فعلا المؤتمر ده يمكن كان يهم جمهور النادي الاهلي اكتر ما يهم اي طرف اخر. انا مش هخفي عليك سر ان في بعض من جماهير النادي الاهلي اتهمت اداره النادي الاهلي بالتقصير في بعض الاوقات، البعض طلب اداره النادي الاهلي بالانسحاب، يعني اثناء الازمه كان البعض اتهم اداره النادي بالتقصير. النادي الاهلي التزم الصمت وقتها، ما كانش ينفع وقتها الكلام، ما كانش في عز اشتعال الازمه ما كانش ينفع اداره النادي الاهلي تخرج وتتكلم او تدين اطراف، لان وقتها كان ممكن في اطراف تدان مظلومه. يعني كلنا على يعني انا كناقد رياضي اتهمت الاتحاد الافريقي بالمؤامره على النادي الاهلي، لكن بعد قليل من الوقت اكتشفنا ان المؤامره كانت على النادي الاهلي من الداخل. يعني مش هقول مؤامره، كان في تخاذل وتقصير وتهاون شديد جدا جدا من اتحاد الكره المصري في حق مصر قبل ما يكون في حق النادي الاهلي. زي ما قال الكابتن محمود الخطيب، اداره النادي الاهلي كانت مطالبه بتبرئة ذمتها كامله، وان هي ما قصرتش في حقوقها وحقوق جماهيرها وحقوق فريق الكره، وان هي كانت الفتره اللي فاتت كلها كانت على خط الازمه، على خط النار زي ما بيقولوا، بتدافع عن حقوق النادي، بتدافع عن حقوق جماهير النادي الاهلي. فكان طبيعي جدا ان احنا نشوف الاعلام الايام اللي فاتت قدر ان يوصل بعض يكشف بعض الحقائق المهمه، لكن كان مطلوب كشف كل الحقائق مره واحده، لان انا كاعلام لما بخاطب جمهور مش هقدر اوصل لكل الجماهير مره واحده، ممكن اوصل لفئه من الجمهور مش هقدر. لكن النهارده طبعا الكابتن محمود الخطيب النهارده وصل لملايين جماهير النادي الاهلي، وصل ملايين جماهير الكره المصريه، وصل كمان لجماهير الكره الافريقيه، فده كان شيء مهم جدا، وضح كل الحقائق والملابسات. النهارده كابتن محمود الخطيب حط الكره اولا بعد ما برأ ذمه اداره النادي الاهلي وبرأ ذمه المنظومه في النادي، دلوقتي حط الكره في ملعب وزير الشباب والرياضه. يمكن كمان النهارده كمان كابتن محمود الخطيب قال ان وزير الشباب والرياضه كان ليه موقف قوي وعنيف وايجابي مع النادي الاهلي، ده ما كانش معروف للكل، كان البعض بيتهم من وزاره الشباب والرياضه وممثله في الدكتور اشرف صبحي كان ليها دور سلبي في الازمه، لا اكتشفنا ان كان ليها دور ايجابي جدا. دي الكواليس كان مطلوب الراي العام يعرفها، دي المصارحه الكاشفه لكل الناس، فكان طبيعي جدا الناس كلها تشوف الحقيقه كلها بدون رتوش، الحقيقه كلها صوت وصوره بالمستندات. فانا بشكر الكابتن محمود الخطيب اولا لانه المؤتمر ده هيعيد توحيد جمهور النادي الاهلي تاني. انا واثق ان في جماهير من النادي الاهلي كتير جدا النهارده هتعتذر بينها وبين نفسها على اتهام اداره النادي الاهلي في وقت من الاوقات بالتقصير، هتعرف مين المخطب حق النادي الاهلي. فانا اعتقد المؤتمر ده، انا كنت عارف الكواليس المؤتمر هيكون ازاي، لكن بصراحه المؤتمر كان اقوى بكتير مما انا توقعت. عفوا تعتمر كابتن، ربنا يخليك، تسلم. اكيد طبعا نقدنا الرياضي الكبير الاستاذ علاء عزت، دي التصريحات رؤيه يمكن كانت مهمه جدا ان احنا نستطلع الراي من نقادنا الرياضيين بعد انتهاء المؤتمر الصحفي الخاص طبعا بالكابتن محمود الخطيب. مستمرين معاكم كل مشاهدينا ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، ولقاءات خاصه من مقر النادي الاهلي بالجزيره عقب انتهاء المؤتمر الصحفي الخاص بازمه نهائي النسخه الاخيره من البطوله الافريقيه. بشكرك يا كريم، شكرا جزيلا، اللقاءات كلها مميزه سواء من كريم او من توفيق او مريم عقب انتهاء هذا المؤتمر الهام للكابتن محمود الخطيب. طيب في